مرحبا تلاميذ الصف السادس، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. درسنا لهذا اليوم يخص مادة الاجتماعيات محافظة البصرة. محافظة البصرة هي آخر محافظة في منهج الصف السادس الابتدائي. طبعا خلصنا والحمد لله، وصلنا لمحافظة البصرة تحت آخر محافظة من محافظات العراق. عندنا شرح باقي المحافظات موجودة بالقناة، أخلي لكم إياها بقوائم التشغيل، اللي يحب يشاهد أي محافظة شرح مفصل أهم الأسئلة الوزارية تلقوها بقوائم التشغيل، كذلك الملخصات موجودة في قوائم التشغيل. نجي محافظة البصرة، مركزها هو البصرة نفسها. نجي موقعها الجغرافي، تقع محافظة البصرة في أقصى الجنوب الشرقي من وطننا العراق، وهي منفذ العراق البحري على الخليج العربي. نجي نحدد البصرة على الخارطة، بعدين نرجع نشوف المهمات اللي حتجينا بخصوص الموقع الجغرافي. هذا مثل ما تلاحظ، هذه البصرة هي نهاية العراق، هي نهاية خارطة العراق آخر شيء، وتعد هي منفذ العراق البحري على الخليج العربي. هذا الخليج العربي وهذه البصرة، وهي الوحيدة التي تطل على الخليج العربي، وتعتبر هي المنفذ الوحيد البحري للعراق. زين، هنا هاي مثل ما تلاحظون هاي الكويت، هاي الحدود العراق النهائية، هي آخر محافظة بالنسبة للمناطق المحافظات الجنوبية هي البصرة. زين، نجي هنا أنا. تقع محافظة البصرة في فراغ، يقول لك تكون في أقصى الجنوب الشرقي من وطننا العراق، وهي منفذ البحري، وهي المنفذ العراق البحري على الخليج العربي. باللون الأخضر يجيك فراغات، يجيك تقع محافظة البصرة في فراغ، تكتب الجنوب الشرقي، أو تجيك فراغ وهي المنفذ العراق البحري على الخليج العربي، تكتب البصرة، أو تجيك البصرة هي المنفذ العراق البحري على فراغ، تكتب الخليج العربي. يجيك سؤال، عرف محافظة البصرة. عرف محافظة البصرة، قل وهي أحد محافظات العراق، تقع جنوب الشرقي من وطننا، وهي المنفذ العراق البحري على الخليج العربي. يقول لك حددها على الخارطة، هذه موجودة على الخارطة، زين عيني باللون الأحمر. نجي إلى تضاريس البصرة. تعد محافظة البصرة جزءا من منطقة السهل الرسوبي الذي يتميز بانبساطه التام، الذي يتميز بانبساطه التام في معظم الأقسام، في معظم أقسام المحافظة الشمالية والشرقية. يعني المنطقة الشمالية والشرقية هي منطقة السهل الرسوبي من محافظة البصرة، أما في الأقسام الغربية والجنوبية الغربية فتظهر بعض الأودية والتلال، تتمثل بتل سنام. أهم التلال الموجودة في محافظة البصرة هو تل سنام. نجي للأسئلة اللي تطرح بخصوص التضاريس، تكلم عن تضاريس محافظة البصرة، تشرحهم ذني كلهم. نقول تعد محافظة البصرة هي جزء من منطقة السهل الرسوبي الذي يتميز بانبساطه، من اسمه سهل رسوبي يعني منبسط. وين السهل الرسوبي؟ من مكانه الشمالي والشرقي من المحافظة. أما الأقسام الغربية والجنوبية الغربية فتظهر فيها أودية وتلال تتمثل بتل سنام. عرف تل سنام وقول وهي من أهم التلال الموجودة في البصرة في الأقسام الغربية والجنوبية الغربية. هذا تعريف. زين، تل سنام هو من أهم التلال الموجودة في محافظة البصرة في القسم الغربي والجنوب الغربي من المحافظة. زين عيني، هنا عندنا مناخ المحافظة. طبعا انا ذكرت في الفيديوهات السابقة ان المناخ معظم يعني المحافظات الجنوبية متشابه كلش، يعني الا فرق قليل
جدا. عندنا صف مناخ محافظة البصرة، هذا السؤال اللي يجيك. الإجابة: يعد مناخ محافظة البصرة هو جزء من المناخ الصحراوي، هو جزء من المناخ الصحراوي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. بيش يتميز ارتفاع درجات حرارته في فصل الصيف؟ وتصبح الأجواء غير مريحة في حالة الهبوب، هبوب الرياح رطبة من الخليج العربي، أما أمطاره فتكون متذبذبة تتراوح كميتها من 150 إلى 300 مليمتر. هاي كل المحافظات الجنوبية هاي الكمية. هنا احنا سامعين أهلنا يقولون جو البصرة بالصيف يصير رطب دبك، مو هيك سامعين يوم سامعين؟ فهذا شنو سببه؟ شنو سببه؟ بسبب هبوب الرياح من الخليج العربي. زين، هبوب رياح رطبة من الخليج العربي. يجيك سؤال صف مناخ محافظة البصرة، سويها على شكل نقاط، سويها على شكل شرح صحيح. احنا نسويها على شكل نقاط اسهل. نقول اولا مناخها صحراوي، اثنين يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وتصبح الأجواء غير مريحة في حالة هبوب الرياح رطبة من الخليج العربي، أما الأمطار فتكون متذبذبة تتراوح كميتها من 150 إلى 300 مليمتر. السؤال يجيك تعليل: لماذا تتميز محافظة البصرة أمطارها بالتذبذب تتراوح كميتها من 150 إلى 300؟ يقول بسبب مناخها الصحراوي. زين، لماذا تصبح أجواء البصرة غير مريحة في فصل الصيف؟ نقول في حالة هبوب الرياح رطبة من الخليج العربي. نقول تصبح الأجواء غير مريحة في حالة هبوب الرياح رطبة من الخليج العربي. هاي كل ما موجود بالمناخ. نجي للموارد المائية. الموارد المائية يجينا منطوق السؤال: اشرح الموارد المائية في محافظة البصرة. نجي نقول تضم محافظة البصرة العديد من الموارد، موارد المياه السطحية. هم تعتمد البصرة على المياه السطحية بسبب مناخها. عندنا منها من هو تعتمد عليه محافظة البصرة؟ هو شط العرب، هو شط العرب الذي يتكون من التقاء نهر دجلة والفرات عند مدينة القرنة، ها، وكذلك وجود العديد من الأهوار الدائمة والموسمية، هما هور الحويزة والأهوار الوسطى. يجي هسه الموارد المائية على من تعتمد البصرة؟ على شط العرب. هذا شط العرب، شايفه بالصورة وما شايفه؟ هذا شط العرب. زين، شط العرب من متكونني؟ شط العرب متكون من التقاء نهر دجلة والفرات. وعشان هذا خليط من دجلة والفرات عند مدينة القرنة، ها، وكذلك وجود العديد من الأهوار. ياهور يقول منها دائمية وموسمية. الدائمية يعني دائما موجودة، الموسمية قد تكون موسم مثلا تجي في يعني فترة الشتاء والربيع وتنشف في فصل الصيف. منها هور الحويزة والأهوار الوسطى. نجي هنا نعرف شط العرب. شط العرب وهو يتكون من التقاء نهر الفرات ودجلة والفرات عند مدينة القرنة في البصرة. زين عيني. نجي ما هي الأهوار؟ ما هي الأهوار؟ أهم الأهوار الموجودة في البصرة هو هور الحويزة، زين، قد يجيك فراغ أو والأهوار الوسطى، فراغ أو صح وخطأ. عرف هور الحويزة وهور الوسطى. نقول وهو من أهم الأهوار الدائمية والموسمية في محافظة البصرة. هور الحويزة والأهوار الوسطى تعريف واحد، وهي من أهم الأهوار الموسمية أو الدائمية في محافظة البصرة. نجي هنا النبذة التاريخية عن محافظة البصرة.
تقعد البصرة ولاية الإسلامية خارج الحدود الجزيرة، وقد كانت لها شأن كبير إذ كانت مركزا إداريا في الولايات الإسلامية. أسسها عتبة ابن غزوان أي سنة 14 للهجرة بأمر من خليفة الراشد عمر ابن الخطاب لتكون قاعدة إدارية وعسكرية للفتوحات الإسلامية في الشرق والخليج العربي. ولقد بلغت المدينة أوج ازدهارها الحضاري في العصر العباسي، إذ كانت هي وضاحيتها الإبلة مركز تجارة العرب البحرية التي بلغت الصين. زين، كانت تسمى في السابق بلواء البصرة حتى صدور القانون 159 لسنة 1969 استبدل اسمها بمحافظة البصرة. نجي هنا نتعرف على أهم الأسئلة اللي حتجيني في بخصوص النبذة التاريخية. نجي هنا نقول أصبحت البصرة ذو شأن ومركزا إداريا في الولايات الإسلامية. هنا يقول لأنها أصبحت أول ولاية إسلامية خارج حدود الجزيرة، ها، وكان لها شأن كبير. زين، أسسها من؟ عتبة ابن غزوان. من أسسها؟ عتبة ابن غزوان بأمر منه؟ بأمر من الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب. زين، هتجيك فراغات. عندنا عتبة ابن غزوان هو الذي أسس مدينة محافظة البصرة سنة 14 للهجرة بأمر من الخليفة الراشدي عمر ابن الخطاب. زين، هذا تعريف عتبة ابن غزوان، هو الذي أسس مدينة البصرة يا سنة 14 للهجرة بأمر من الخليفة عمر ابن الخطاب. زين، عندنا هنا بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب أصبحت البصرة قاعدة إدارية. نقول بماذا أمر عمر بن الخطاب، أو ماذا، ما هي أعمال عمر بن الخطاب في البصرة؟ نقول كونت البصرة قاعدة إدارية وعسكرية للفتوحات الإسلامية في الشرق والخليج العربي. بلغت البصرة أوج عظمتها وازدهار الحضاري في العصر العباسي، وإذ كانت هي وضاحيتها الإبلة. الإبلة ضاحيتها الإبلة، يعني شنو ضاحيتها؟ يعني منطقة موجودة بها يسموها الإبلة، أصبحت مركزا تجاريا للعرب التي بلغت الصين. زين، أصبحت تجارة العرب البحرية التي بلغت الصين، يعني شنو بلغت؟ يعني وصلت إلى الصين. زين، متى كان قبل تسمى البصرة بلواء البصرة، وبعد السنة 159 رقم القانون المحافظات لسنة 1969 استبدل اسمها بمحافظة البصرة. هذا كل ما موجود بالنبذة التاريخية. كذلك أكو ملخص المحافظة أترككم إياه بصندوق الوصف، شوفوا شاهدوا وشاهد تستفادون يا ربي. شكرا لكم.